طيب مادة خلينا نتكلم ونبدأ بقى بالأسئلة بتاعتنا. اشمعنى السن ده بالذات وبالأخص اللي هو سن المراهقة اللي بيبدأ فيه تجربة كل ما هو جديد وبيحصل فيه موضوع الإدمان لأشياء كتير ومواد كتير من اللي احنا بنتكلم عنها؟ ده سؤال مهم. الأهالي دايما بخايفين ان اولادهم وصلوا للسن دوت مش عارفين يتعاملوا معاهم ازاي. سمات وسيكولوجية المرحلة، اول حاجه ممكن تخلي الولد يخش او الشاب في السن ده يخش او المراهق يخش في الادمان، اول حاجه هي التجربه. هو عنده في السن دوت انا عايز اجرب، عايز اخد روح المغامره، انا ايه المشكله لما اجرب؟ هيحصل حاجه؟ مش هيحصل حاجه. فدي تبقى اول نقطه بتخلي ابننا ممكن يخش في الادمان كتجربه. تاني نقطه هو عاوز يقلد الاصدقاء بتوعه، اصدقائه بيشربوا مخدرات، هو عاوز يجرب. وكمان في حاجه اصعب شويه، لو هو حاسس ان هو مرفوض من شله بعينها وعاوز يخش وسطيهم وشايف ان من سمات الشله دي ان هم بيتعاطوا مخدرات، ما عندوش مانع عشان يقبلوه ان هو يتعاطى مخدرات عشان تقبلوني، انا هعمل زيكم فانا موجود. الحاجه الاصعب الثانيه او الثالثه وجود مدمن داخل الاسره ممثله في اب او في اخ او في العيله ككل، كان عم او خال او جد. دي ضمن الحاجات اللي بتخلي الولد يتزق تجاه المخدرات. الحاجات برضو الاصعب ان يحصل يكون في اضطرابات او مشاكل داخل الاسره. الاسره مش مركزه مع ولادها خالص، على طول في خلافات دايمه، فالطفل او المراهق بيكون ضحيه للموضوع ده. يعني السن ده هو السبب ان بيكون عنده تذبذب في حاجات كتير، عايز يثبت نفسه ان هو كبير، عايز يخش في جروب معين، عنده مشكله ودي مأثره على نفسيته، فبيحاول ان هو يروح في اي حته تديله زي نوع من انواع السعاده، يعني حاجه تبسطه. طيب الحقيقه زي ما قلت يمكن اي اب او ام بيستبعد كل البعد، ازاي ابني اللي انا ربيته، ابني الملاك ده وبنتي انا ربيتهم صح، بيستبعدوا خالص ان ممكن يدمن او يصابوا بالادمان. خلينا ندي جرس انذار النهارده، ازاي اي اب او ام ممكن تكتشف ان في بيتها مدمن؟ اكتشاف المدمن دوت يعني اللي هقوله يا ريت المشاهدين ما ياخدوش منه نقطه واحده ويبنوا عليها بالزبط. كل حاجه عشان كده هنشوف بعضنا كلنا. صحيح. اول حاجه ممكن الاحظها في ابني ان هو ممكن يكون دخل في دايره الادمان، ان ممكن الاقي لو مستوى الدراسي كان عالي ابتدى يحصل له انخفاض. صحيح. ابتدي يطلب فلوس في مصروفه، زاد المصروف بتاعه بطريقه مش معتاد عليها. سهر كتير. احمرار في العين. انفعال زائد دون مبرر. يعني هو بينفعل انفعال زائد جدا ومفيش مبرر للانفعال، انت يعني الحاجه المطلوبه منك اصلا مش محتاجه رده الفعل القويه اللي انت عملتها دي. دي من ضمن المؤشرات البسيطه اللي اقدر افهم ان ابني فيه حاجه في غلط. حاجات ما بنلاقيهاش في البيت، بتفقد يعني في البيت. هو يعني بيبدا في بعض الاوقات مقتنياته الخاصه يفقدها. صحيح. يقول لك الموبايل ضاع، ساعتي ضاعت، مش عارف ايه اللي حصل لي، فلوس الدرس وقعت مني. الحاجات التانية ممكن لها اكتشف ان في حاجات جوه البيت ضاعت. يعني المدمن لما بيحب يحصل على المادة المخدرة ممكن يسرق اي حاجة جوه البيت، ممكن ذهب، ممكن فلوس، ادوات المطبخ ممكن يسرقها، ما عندوش مانع خالص اي حاجة في البيت مقابل ان هو يبيعها ويحصل على المادة المخدرة. ومش كل المدمنين بيبيعوا الحاجة دي، ده في منهم بيبدلوها مع تاجر المخدرات او الديلر بيسموه، ان هو بيبدلوا الحاجة دي قصاد المادة المخدرة.